فقرة فنجان قهوة اليوم مختلفة، الضيفة ليست هنا معنا في الاستوديو بل في لندن، وأحمد العناني. بالفعل استقبلت لندن متحدثة جديدة باسم وزارة الخارجية الأمريكية أحمد العناني، التقى ليز ستيكني مسؤولة التواصل الحكومي للشرق الأوسط، وصور معها أول لقاء تجريه باللغة العربية. تحدثت فيه عن مهامها الجديدة وعن الأدب والشعر وعن أهمية لندن للعالم العربي. نتابع. المتحدثة الإقليمية باسم وزارة الخارجية الأمريكية في لندن ليز ستيكني، أهلا وسهلا بك. أهلا فيك. هل يمكن أن تحدثينا عن دورك الدبلوماسي في لندن وعن مدى أهميته خصوصا بالنسبة للعالم العربي؟ طبعا، نحن كمتحدثين رسميين باسم وزارة الخارجية نعمل على تحقيق فهم أكثر حول السياسة الأمريكية والسياسة الخارجية بين جماهير أجانب، وطبعاً هنا في العاصمة البريطانية نركز على اللغة العربية وفهم السياسة الأمريكية بين الجماهير في الشرق الأوسط وأيضاً هنا في العاصمة البريطانية لندن. حينما تتحدثين عن لندن، أليست لندن بعيدة عن العالم العربي؟ كيف سيكون التواصل بين لندن والعالم العربي؟ وصف شاعر كبير نيزا كباني لندن بأنها أجمل مدينة عربية، فكما تعرف هناك صحفيين من كل أنحاء العالم هنا في لندن، وبخصوص من الشرق الأوسط والعالم العربي، فلندن كانت وما زالت مركز مهم للوسائل الإعلام من الشرق الأوسط والعالم العربي. كيف هي علاقتك مع اللغة العربية؟ أين درست اللغة ولماذا؟ هذا سؤال ممتاز. بدأت أن أكون مهتمة باللغة العربية عندما كنت في مدرسة ثانوية، فكنت أساعد في برنامج لتعليم اللغة الإنجليزية للطلاب من دول أخرى، وبعض الطلاب كانوا من مصر وتونس، فقررت أن أدرس اللغة الفرنسية واللغة العربية في جامعة، فحصلت على منحة من وزارة الخارجية وسافرت إلى طنجة، درست العربية في طنجة، وبعد ذلك درست العربية في جامعة الأخوين في مدينة إفرين. يبدو أن لديك تجربة غنية ومثيرة فيما يتعلق باللغة العربية. بشكل عام، هل تقرأين الكتب العربية؟ هل تقرأين الروايات، الأدب، الشعر؟ درست الأدب العربي، فأظن أنني قرأت ليس كل ولكن كثير من الأسماء الكبيرة فيما يتعلق بالأدب العربي، فدرست محمود درويش، نزار كوباني، علاء الأسواني، هدى بركات، ليلى العالمي، كثير. ذكرتي محمود درويش، هل لديك بيت شعر مفضل لمحمود درويش؟ أنا أحب شعره الأمي وموضوع الحنين، أحن لخبز أمي في شعري، نعم. طيب، بالحديث عن الموسيقى العربية، هل تستمعين إلى نوع معين من الأغاني العربية أو من الموسيقى العربية؟ نعم، هذا جسر لفهم اللغة بشكل أكثر، فأحب أن أسمع مشروع ليلى مثلاً. ما هي أغنيتك المفضلة لمشروع ليلى؟ أنا أحب الأغنية حول الفستان، فساتين. هل زرت أي من الدول العربية؟ وما هي مدينتك المفضلة؟
أنا عملت في القنصلية الأمريكية في دبي وأيضا في السفارة الأمريكية في الأردن، وزرت كمان دوحة، تونس، وسكنت كطالبة في المغرب. وليس لدي مدينة مفضلة، ولكن أنا أحب بعض الأشياء الجميلة في المدن، مثلا سكسو بالدجاج يوم الجمعة في دار البيضاء، أو البوزة بعد زيارة إلى متحف الفن في بيروت، أو مثلا الليلة الصيفية في عمان بإطار الزهور. أنت ترتبطين أكثر بالذكريات وبالتجارب في المدن العربية أكثر من الأماكن نفسها؟ أنا أحب أن أزور وأجرب المدينة وبعض المدن عنها أروح. هل هناك أي مدن عربية ستزورينها في المستقبل؟ إن شاء الله سأزور القاهرة. في زمن الإعلام الجديد، هل تغير دور المتحدث باسم الخارجية الأمريكية؟ يعني أعني بذلك، ما هي وسائل التواصل مع الجمهور العربي؟ الصحافة المكتوبة، التلفزيون، أم هل هي السوشيال ميديا، البودكاست؟ ما هو رأيك في هذا الأمر؟ هذا سؤال ممتاز ونفكر فيها دائماً. الوسائل الإعلامية الاجتماعية تأثرت بشكل كبير على عملنا، وإضافة بعداً جديداً للعمل في وزارة الخارجية. فنفتخر بـ USA بالعربي، هذا حسابنا باللغة العربية، وهو من أفضل حسابات التابعة لوزارة الخارجية. أي منصة التواصل الاجتماعي تفضلين بشكل شخصي؟ بشكل شخصي أنا أستخدم وسائل مختلفة حسب الهدف. يعني مثلاً أنا أظن بعض الناس يستخدمون تويتر من أجل السياسة والأخبار، وإنستغرام من أجل الأشياء الاجتماعية. هل أنت نشطة على وسائل التواصل الاجتماعي؟ ليست كثير نشطة. المتحدثة الإقليمية باسم وزارة الخارجية الأمريكية في لندن ليز ستيكني، أسعدتينا. شكراً. شكراً لك.